في 118 نوع من أنواع الذرات، الذرة اللي بتكون كل شيء. هالذرة أكسجين خليها تتفاعل مع ذرتين هيدروجين، هيكون عندك مركب كيميائي اسمه مية. هالذرة كربون خليها تتفاعل مع ذرتين أكسجين، هيكون عندك مركب اسمه ثاني أكسيد الكربون. الميثان، الصلب، الأمونيوم، الرملة اللي في الصحراء والحشرات اللي عايشة في الصحراء، المية والكائنات اللي عايشة في المية، كل شيء عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل بين ذرات. طب إذا كان كل شيء بيتكون من ذرات، أما ليه اللي بيخلي الشيء المادي مادي والشيء الحي حي؟ إيه اللي بيفرق ما بينهم؟ The essence of life is not so much the atoms and small molecules that go into us as the way, the ordering, the way those molecules are put together. اللي بيفرق هو إن الذرات اللي بتكون الشيء المادي بتدي تفاعلات كيميائية ثابتة، لكن في ذرات معينة تحت ظروف ضغط وبيئة معينين بتدي تفاعلات كيميائية غريبة شوية. تفاعلات بتتميز بأربع حاجات أساسية: Metabolism, Reproduction, Growth, Response to Stimulus. الأربع تفاعلات كيميائية دول هم اللي بيفرقوا ما بين الشيء المادي والشيء الحي. Chemistry can turn to biology. You don't need anything supernatural to turn chemistry into biology. الحياة هي نظام كيميائي مكتفي ذاتياً قادر على التطور الدارويني. ده تعريف الحياة طبقا لوكالة ناسا اللي هي الجهة المتخصصة رقم واحد في البحث عن الحياة. الحياة علميا ما هي إلا تفاعلات كيميائية بتحصل بين ذرات. خد أي كائن حي مهما كان حجمه شكله أو صفاته، هتلاقيه مكون في الأساس من خلية واحدة كبرت وانقسمت وتكثرت بمرور الوقت. والخلية ما هي إلا مجموعة تفاعلات بين جزيئات، كل جزيء فيها هو عبارة عن مجموعة تفاعلات بين ذرات. وإحدى الجزيئات اللي بتبقى موجودة فيه جزيء اسمه الDNA. جزيء الDNA دوت هو جزيء كيميائي زيه زي أي جزيء تاني، بس الجزيء ده معقد شوية. الجزيء ده هو اللي بيفرق ما بين الكائنات الحية عن بعضها. أي تغيير بسيط فيه بيحصل بيؤدي إلى تغيير شكل الكائن الحي. طيب طالما الكائن الحي عبارة عن خلية واحدة جواها جزيء DNA ليه شكل معين، وكل الخلايا في النهاية عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل بين ذرات، ليه العلماء ما قدروش يعملوا كائن حي لحد دلوقتي؟ مين قالك إنهم معرفوش؟ It is being described tonight as one of the most important scientific achievements in the history of mankind. You're looking at the world's first ever man-made living organism. كريك فينتر كان أول عالم جينات يقدر هو فريق من العلماء إنهم يخلقوا كائن حي من الصفر. بكتيريا وكل صفة فيها هم اللي كاتبينها في جزيء الDNA اللي هم عاملينه على الكمبيوتر. Craig Venter and his team have done nothing less than show that it is now possible for mankind to create artificial life. أنت معتقدك الديني مفهمك إن الروح دي عبارة عن حاجة مخفية بتدخل وتخرج من بقك لما تموت. كيف ينزع ملك الموت الروح؟ ينزع الروح من الرجلين ثم إلى الركبتين ثم إلى الوسط ثم إلى الصدر ثم يأخذها. بس عمرك فكرت ببقية الكائنات الحية التانية غير الكائن البشري؟ عمرك فكرت إزاي البكتيريا عايشة؟ البكتيريا كائنات حية، ولأنها كائنات حية فمن وجهة نظرك لازم يكون ليها روح تشغلها. الروح بمجرد وجودها في المادة اللي هي البدن تنشأ له حياة. يعني المفروض تكون الروح جوه البكتيريا. السؤال بقى، هل الروح كده تبقى أصغر من البكتيريا عشان تقدر تكون موجودة جوه البكتيريا؟ وإذا كان أي كائن حي هو في الأساس عبارة عن خلية واحدة جواها جزيء DNA، هل ده يعني إن الروح موجودة من البداية جوه الخلية الواحدة دي؟ وإذا كان كده، طب ما العلماء عارفين إيه هي الخلية، عارفين إنها عبارة عن تفاعلات كيميائية مش أكتر، وأوريدي عملوا خلية. That's an indication now. It's the final proof of concept that this is possible going forward. That we can actually go from the computer into new living cells. So this cell is the first one on the planet that its parent came from a computer. ممكن انت تيجي تقول لي لا يا شريف، الروح مش موجودة في مليارات الكائنات الحية التانية، دي موجودة فينا احنا بس. Surely this is all for me. Me. I'm so fucking important. ماشي همشي معاك. معروف ان علم البيولوجي كله باتفاق العلماء مبني على حقيقة ان الكائنات الحية كلها اتطورت من كائنات تانية كانت موجودة قبلها، والهومو سيبينز او الكائنات البشرية مش على راسهم ريشة، يعني اتطوروا هم كمان. We now know that evolution is a fact. In fact it's the foundation of modern biology. تقدر تقول لي انت بقى في انهي سنة مضت بالظبط الروح دي بدأت تتواجد في الكائنات البشرية بالشكل اللي هم عليه دلوقتي؟
تعال نمسك جسم الإنسان اللي انت رافض انه يكون عبارة عن مادة بس، هنسيب ال 4000 جين الموجودين على الأرض وهنمسك أشهر 3 بس. طبقا للمعتقد اليهودي فأرواح البشر كلها بتبقى متخزنة في خزائن في السماء، وأول ما بيحصل الحمل الروح بتاعت صاحبها بتطلع تشق طريقها وتخش جوه الجسم. أما طبقا للمعتقد المسيحي فطبعا القصة لازم يكون فيها شوية إضافات. هنا بقى قال لك إن الروح بتخش الجسم مع أول نفس في البيبي، يعني بعد 9 شهور حمل. أما بقى طبقا للمعتقد الإسلامي فطبعا ما ينفعش ينسخ الكلام بالحرف، قال لك لا، الروح بتنزل بعد 120 يوم بس من بدء الحمل، يعني 16 أسبوعا فتنفخ فيها الروح كما جاء في حديث مسعود في الصحيحين. ده يعني بعد الشهر التالي، ده يعني ان في 3 شهور حمل الجنين ما بيكونش فيه روح. تقدر تقول لي انت بقى في الثلاث شهور دول الجنين بيكون عايش ازاي طالما ما فيهوش روح، وانت رافض ان الكائن البشري يكون مجرد ماده بس؟ هل بتعتبر الجنين قبل الثلاث شهور دول مجرد ماده ولا كائن حي؟ اذا قلت انه مجرد ماده طب امال ايه اللي بيخليه حي؟ واذا قلت انه كائن حي ايه اللي بيخليه حي برضه؟ في كائنات معينة زي مثلا دودة البلانيريان، لو جيت قطعتها لأكثر من 250 حتة كل حتة من الحتت دي هتتحول لدودة جديدة. فهل كل دودة جديدة بتتقطع بينزل لها روح على طول مثلا عشان تبقى دودة جديدة وكائن حي جديد؟ ولا هي الدودة بيبقى فيها روح واحدة بس ولو جيت قطعتها تتقسم بالعدل على عدد الدود الجديد اللي هيجي؟ يا شريف طب ما انا بسمع ان في ناس بتموت لوحدها كده بدون سبب، قلبهم بيقف لوحده وبيكونوا شباب وفي كامل صحتهم. مش صح، مفيش حاجة في العلم اسمها كائن حي يموت بدون سبب نهائي. الموت دايما ليه سبب سواء انت تعرفه او ما تعرفوش. القلب لما بيقف لوحده بالشكل اللي انت تقصده ده، دي حالة مرضية اسمها sudden arrhythmia death ايا كان اسمها عشان غلطت في اسمها. يعني منظمة القلب البريطانية عملت دراسة لقيت ان في حوالي 3500 واحد بيموتوا بالشكل ده سنويا. 99% منهم عرفوا سبب وفاته بعد الموت لما شرحوا قصته، ولقوا ان اغلبه ليه أسباب متعلقة بضعف عضلة القلب. أما باقي 1% فسبب موتهم ما يقدروش يأكدوه، لكنهم عارفين إنه حاجة اسمها electrical abnormalities أو تشوهات في كهربة القلب. يعني القلب بيكون ماشي كده وروح نازل مرة واحدة، القلب بيقف. واحد يقول لي طب ليه مش بيقولوا ان ده سبب موت 1% دول طالما هم شاكين ان السبب هو التشوهات الكهربائية في القلب؟ انا هقولك، لان كهربة القلب اللي كانت السبب في موتهم دي ما ينفعش تتشاف الا لو الجسم كان عايش. بعد ما القلب بيقف ما يقدروش يعرفوا كان شكل نبضاته ايه قبل الموت. كمان الحالة دي مش بس بتحصل مع 1% اللي بيموتوا، دي بتحصل مع ملايين الناس التانية كذا مرة في حياتهم، بس في كل مرة القلب بيرجع تاني لصورته الطبيعية. وحتى لما بيقف ممكن يرجع يشتغل تاني لو كان في دكاترة جنب المريض وقدروا يعملوا له انعاش ويعالجوه في لحظتها. طيب دلوقتي ممكن واحد يجي يقول لي يا شريف بس انت فاهم غلط يا ابني، الروح دي مش هي اللي بتحيي الجسم. حجة جميلة. طب اذا كانت الروح مش هي اللي بتحيي الجسم يعني مش هي السبب في حياة الكائن الحي، امال ليه هي السبب في موته؟ ليه في المعتقدات الدينية لما الروح بتتاخد الجسم بيموت اذا كانت مش هي السبب في حياته؟ ممكن تيجي تقول لي طب يا شريف مش يمكن الروح دي مثلا هي المشاعر والاحاسيس والذكريات وكل الحاجات المعنويه دي؟ غلط. المشاعر والذكريات والتفكير وكل الحاجات اللي انت فاكرها معنويه دي هي عباره عن خلايا عصبيه جوه دماغك، عباره عن حرفيا اشياء ماديه ممكن تتشاف. العلماء ممكن يشوفوا ذكرياتك وهي بتتكون، ممكن يشوفوا انت بتفكر في ايه. We can literally see memories being formed. ممكن يشوفوا أحلامك اللي انت فاكر انها مش أشياء مادية. Japanese scientists have created the first step toward a device that by scanning people's brains could record people's dreams and read their mind. أحلامك ما هي إلا نبضات كهربائية عشوائية بتنشط في خلايا الأعصاب المسؤولة عن التخيل والذكريات لما المخ بيكون في حالة الريم سليب. أحلامك حرفياً ملهاش معنى، لها فوائد على العقل لكنها لا تعني أي شيء. وده يمكن تستوعبه لما تعرف إن في كائنات حية كتير غير الكائنات البشرية بتحلم زي القطط.
بس طبعا دي عادة الكائنات البشرية انها تنسب اي شيء هي مش فهماه لاشياء خيالية. فبدأ الكائن البشري البدائي يتخيل ان السماء في الحلم لها معنى، والكلب الاعور ابو ديل مقطوع ليه معنى، والقط الاسود في الحلم دي حاجة وحشة، طبعا مش اسود حاجة وحشة. سواد الوجه يدل على ماذا؟ على كثرة الكذب. بالنسبة للرؤية، رؤية المرأة التي تسمى ام علي، فعلي ايضا يدل على العلو والرفعة. كل شيء انت بتطلق عليه كلمة معنوي في الحقيقة شيء مادي بيتأثر بأشياء مادية، وده ممكن تتأكد منه لو جيت جربت تاخد مخدرات أو أدوية معينة. يعني لو رحت انت مثلا دلوقتي أخدت أمفيتامينس، وده نوع من أنواع الأدوية، هتحصل لك أثار عقلية ونفسية معينة زي الهلوسة. لو شربت ويسكي مثلا وكنت شخص خجول شوية، الخجل اللي فيك ده هيروح، شخصيتك هتتغير وهتبقى اجتماعي وتتكلم أكتر. You godless son of a bitch! You stop this shit! You godless son of a bitch! من هنا سهل انك تفهم ان المخدرات والكحوليات والادوية بتأثر على التفاعلات الكيميائية اللي جوه عقلك، المسؤولة عن مشاعرك، تصرفاتك، ذكرياتك، وحتى مفهوم شخصيتك نفسها. Everything that you think, feel, believe is something that's happening inside the brain. Your concept of yourself and your experience of reality are all things demonstrably happening in the brain, and we could turn it off like a switch. فإذا كنت انت فاكر ان المشاعر وكل الحاجات المعنوية دي مش اشياء مادية، تقدر تقول لي ازاي الاشياء المادية زي الكحوليات وكده بتأثر عليها؟ October 11th, October 12th, and 13th, and 14th, I was intoxicated. I drank all of those days. I drank. ممكن تقول لي لا 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 لا، الروح مش هي السبب في الحاجات دي خالص يا ابني. افهم، الروح دي يقصد بيها الوعي يا شريف، الوعي اللي بيميز الكائنات البشرية عن أي كائنات تانية. احنا الكائنات الوحيدة اللي عندها وعي. لكن في الحقيقة انت برضو غلط. يوم 7 يوليو 2012 جامعة كامبريدج انعقد فيها احد اهم الاجتماعات على يد ابرز علماء الاعصاب والبيولوجي في العالم. اجتمعوا عشان يطلعوا اعلان رسمي بيقول: Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrate of consciousness, of conscious states, along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrate that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates. ومش بس مسألة ان الكائنات التانية برضو فيها وعي، اساسا الوعي ده مش شيء بيتوجد في الكائن الحي او بيتشال منه. الوعي ده عبارة عن عمليات كتير بتحصل مع بعض، في الاخر نتاجها تحليل للبيئة المحيطة. We can't define consciousness because consciousness does not exist. وعلى هذا حتى الروبوتات والذكاء الاصطناعي في درجات من الوعي. I think we can rank up the scale and measure the consciousness of anything, even robots. Asimo, one of the most world's advanced robots, I interviewed the creator of Asimo, and he admitted that yeah, Asimo has insect-like intelligence. That's an exact quote from the developer of one of the most advanced robots on the planet Earth. ممكن تقول لي لا يا شريف، الروح ما يقصدش بيها الوعي. الروح دي يقصد بيها انها بتخليك حاسس بذاتك، لان في فرق ما بين الوعي والاحساس بالذات. الوعي هو انك تكون واعي بالبيئة الخارجية، واعي بموقعك انت في المكان والزمان. اما الاحساس بالذات فهو الوعي بوعيك نفسه. بمعنى لو كان الوعي مثلا هو التفكير، فالاحساس بالذات هو التفكير في انك بتقدر تفكر، التفكير في التفكير نفسه. ما فيش حيوان يحاول ان يجيب عن سؤال ادراك الادراك، عقل العقل، فهم الفهم، ما في، الانسان يفعل هذا وحده. بس حتى لو كان ده برضه ملوش علاقه باي حاجه اسمها روح، لان لو كان الاحساس بالذات هو الروح اللي تقصدها المعتقدات الدينيه المختلفه، فالكائن البشري المفروض هيكون مولود بيه، بس ده ما بيحصلش. الكائن البشري ما بيتولدش وهو حاسس بذاته، وده ببساطه نقدر نتاكد منه عن طريق تجارب كتير، من ضمنها تجربه اسمها ميرور سيلف ريكوجنيشن تيست. بمعنى لو جبنا طفل عنده سنه وحطيناه قدام مرايه وحطينا حاجه او لون على وشه، الطفل مش هيشيل الحاجة دي ولا هيمسح اللون، لأنه مش عارف إن الشخص الموجود في المراية ده هو، لسه مش مدرك إنه موجود. إحساسه بذاته
لسه ما تكونش. لكن بمرور الوقت بعد سنتين لما عقله يبدأ يتطور والجزء المسؤول عن إحساسه بالذات يبدأ يتكون عنده، هيبدأ يتعرف على نفسه في المراية شوية بشوية. فالإحساس بالذات دي عملية مسؤول عنها جزء مادي في العقل. بس خلي بالك، كون أي عملية بتحصل في العقل ده لا يعني إن العقل بس هو اللي قادر يكونها. مثلا القدرة على الإحساس بالذات دي موجودة عند الكائنات الحية، بس في روبوتات أوريدي اجتازت اختبارات الشعور بالذات. Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops as tight and as closed as the hosts do, seldom questioning our choices, content for the most part to be told what to do next. إذن من اللي فات ده كله اتأكدنا إن مفيش حاجة اسمها روح هي اللي بتسبب الحياة، لأننا عارفين يعني إيه حياة، عارفين إيه اللي بيفرق ما بين الشيء المادي والشيء الحي، وبنعرف نعمل كائنات حية، وعرفنا إن مفيش حاجة اسمها روح هي السبب في الموت، لأننا عارفين إن الموت ده عملية كيميائية، عارفين بيحصل إزاي وبسبب إيه، وعارفين إن مش هي الوعي، لأن الوعي مفهومه مختلف شوية، زائد إنه موجود في كائنات تانية كتير غير الكائنات البشرية، وموجود في النبات والروبوتات، وعارفين ان مش هي المشاعر ولا الذكريات ولا اي حاجة انت بتطلق عليها كلمة معنوية، لان كل الحاجات دي عمليات كيميائية موجودة في الدماغ، ممكن نشوفها نقللها نزودها او نشيلها خالص. اذا وجود شيء مجهول سواء كان اسمه روح او اي شيء ايا كان اسمه ملوش فايدة، ملوش معنى، مفيش شيء غامض العلماء مش عارفين يفسروه فبيقولوا ده شيء خرافي، والناس اللي كانت عايشة في الكهوف والخيم زمان وتخيلوا الحاجة دي طلعوا صح والعلم بتاعنا طلع غلط. مفيش الكلام ده. We're talking about a tribe of wandering Middle Eastern herdsmen. Why would they have any wisdom about the origin of the world or the origin of anything else? وطبعا بعيد عن العلم في آلاف التناقضات المنطقية اللي مش محتاجة تكون فيها عالم فيزياء عشان تفهم إنها خرافة. زي مثلا هل الروح دي هي اللي بتطلع لوحدها من الجسم ولا في كائن شغلانته إنه يجي ياخدها ويطلعها؟ مهمته نزع الروح خلاص. فصل الروح عن البدن، صار فلان متوفى. ولو عزرائيل ده هو اللي بياخد الروح، امال مين اللي دخلها جواك من البدايه؟ ولو هتقول لي الاله هو اللي دخلها، طب ليه الاله ما يخرجهاش بنفسه زي ما دخلها؟ يعني بدل ما يعمل كائن مهمته انه يلف يلم الارواح وليه اجنحه وقاعد في السماء، ويجي يوم القيامه الاله يتحاور ويعمل معاه ديالوج ويقول له انت موت الناس كلها، موت بقى نفسك عشان ما فيش حد ما بيموتش غيري في المنطقه. يعني مش لازم الحوارات دي كلها. ثم يسأله الله جل وعلا وهو أعلم من بقي، فيقول بقيت أنت وبقيت أنا، فيقول الله له اقبض روحك، فيقبض ملك الموت روحك. مش لازم قصص عن شيء اسمه عزرائيل عنده أجنحة وقاعد في السماء على كرسي منور ومشغل تحت إيده 5000 ملك عشان يساعدوه يلم الأرواح. ملك الموت له أعوان جنود، ملك ينزع الروح من القدم اليمنى، وملك ينزع الروح من القدم اليسرى، وآخر من اليمنى وآخر من اليسرى، هذه أربعة، تجمع الروح هنا في الحلقوم، فيأتي ملك الموت فينزع. وليه في حد يساعده أساسا؟ يعني الإله خلقه عشان مهمة واحدة معينة ومش عارف يخلقه بدون ما يحتاج حد يساعده، ويخلقه ليه هو والخمس تلاف ملك اللي بيساعدوه؟ طب ما يخلي الروح هي اللي تطلع لوحدها. انت مش حاسس ان دي كلها عبارة عن قصص واساطير؟ مش حاسس ان دي كلها عبارة عن خيالات واحد هو مش عارف بيتكلم فيه، بس لازم يخترع قصة مشوقة عشان الناس تحس ان في اجوبة وخلاص؟ بينك وبين نفسك مش حاسس ان في حاجة غلط؟ طب هروح فين لما اموت؟ مش هتروح في حتة. الموت ده معناته ان خلايا جسمك ما عادش ينفع تنقسم تاني، وبالتالي الجسم بيقف. What science says is that life or consciousness is not a substance like water or air. It is a process like fire. When you put out the flame on a candle, the flame doesn't go anywhere, it simply stops. And that is what happens when we die. في الحقيقة العلماء في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي بيحاولوا يتوصلوا لطريقة تخلي خلايا الجسم أثناء انقسامها ما تأثرش جزيء الدي ان ايه، لأن العملية دي هي السبب اللي بيخلي الجسم يأيج وفي النهاية يموت. The hope is that we can make a drug that would replicate in humans so that it would allow humans to stay young longer as well. والخلايا اللي من النوع ده مش خيال علمي، خلي بالك دي موجودة بالفعل في الطبيعة في كائنات حية كتير، كائنات مش بتموت إلا لو جسمها تلف بسبب مرض أو حيوان تاني أكلها، زي الفلات وورمز أو نوع من أناديل البحر اسمه تريتوبوسوس دوهيمي، تريتوبوسوس أو زي سرطان البحر.
أو زي الجلاس بونجز. إذن فالموت مش زي ما أنت متخيل شيء لازم يحصل. Why does death have to be a constant of life? الموت ممكن يتمنع، لكن المسألة بس مسألة وقت. But we will get to a point where our longevity, our remaining life expectancy, is moving on away from us. I think we're just inbuilt, ingrained to really not want to talk about it. We feel uncomfortable, embarrassed talking about extending lifespan and delaying aging. For many people, it's even sacrilegious. أنا عارف إنك شايف جسم الكائن الحي شيء معقد وغامض جدا، والأريح بالنسبة لك إنك تقول إنه سحر على إنك تحاول تفهمه. بس ده برضه نفس اللي كان هيقوله الإنسان البدائي لو جيت قلت له إن الجهاز الصغير ده ممكن بيه تشوف وتكلم واحد في الناحية التانية من الكرة الأرضية. الأريح بالنسبة له هو إنه يقول إن ده سحر على إنه يحاول يفهمه أو يدرسه. أضحي بجسمي معناها إن في شيء جوايا له علو على الجسد على طول كده، ملهاش تفسير أبدا. مش معنى إنك مش فاهم شيء معين مهما بان إنه غريب أو معقد قوي بالنسبة لك ده يعني إن ملوش تفسير. لأ، ليه تفسير بس أنت اللي لسه ما تعرفوش. Where religion gets into trouble is in those cases that it pretends to know something about science. إذن فمعضلة الروح اللي أنت ممكن تضيع فيها حياتك كلها عشان تفهمها هتتحل ببساطة لو أنت شلت كلمة روح دي أساساً من قاموسك وتعاملت معاها على حقيقتها. خرافة، أسطورة الإنسان البدائي تخيلها عشان يضيف لحياته معنى هتتحل لو اتعاملت مع جسمك على إن مفيش فيه أي شيء مجهول وإنه شيء مادي طبيعي جداً ممكن أي شيء فيه أنت مش فاهمه يتفهم بالعلم زيه زي أي شيء تاني في الكون.